ماجد شاب يمني في 21 من عمره، يعيش في قرية تبعد 30 كيلومتر عن العاصمة صنعاء. يستيقظ ماجد كل صباح ليبدأ يومه بالسير 5 كيلومترات ليحضر 120 لتر من الماء. 52% من اليمنيين لا يصلهم الماء إلى البيت، و28% منهم يستغرق ساعتين كاملتين من يومه في إحضار الماء. صباحك يا ماجد. صباحك يا عم يحيى. هيا. 63% من اليمنيين لا يملكون حافظات صحية للماء. بلغت حاجة الفرد في اليمن 50 إلى 100 لتر من الماء، أي ما يعادل 3/4 الاستخدام العالمي اليومي للفرد. وفي صباح يوم سوداوي مرضت أم ماجد مرض شديد، ولم يكن ماجد يدري ماذا يفعل لها، ولم تكن أكثر من يومين ليرى أخته وأغلب أبناء قريته طريحي الفراش. تصيبهم نفس الأعراض. يبقى ماجد في حيرة أكبر، ما الذي يستطيع أن يفعله لهم؟ صباح يا ماجد. صباح. ما عرف لابس كمامة. كورونا. اسمه كورونا. عشان داري فيروس كورونا، هذا فيروس دق الكل ولا خلا بيتبع لو تبصر الناس كلهم. علم ماجد بشأن فيروس كورونا وبدأ يفهم ما الذي حصل لأسرته. ارتفع معدل استخدام الماء للفرد عالمياً بعد جائحة كورونا بمعدل 5%، وعلى الرغم من هذا انخفض معدل توزيع الماء اليومي لخزانات الماء في اليمن من 1500 لتر إلى 1200 لتر، أي أن أسرة من كل 3 أسر لم تعد قادرة على الحصول على الماء. لا يزال ماجد يحمل هم الماء في كل صباح، ولا تزال طوابير الانتظار لقطرات الماء تؤرق منامه. تزال خزانات المياه في اليمن شاهدة على مدى الحاجة الماسة لكل لتر من الماء في البيت اليمني، ولا يزال الحلم موجود بأن تصل المياه النظيفة لكل بيت يمني بحلول العام 2030. إنه حلم للبقاء، والبقاء حق. إنه حلم للحياة، ولا حياة بدون ماء.